هذا ما يجي إلا لكبار القوم اللي ما عنده دراهم، اللي ما عنده دراهم يجي. يعني ليلته حوالي 10,000 زي كذا. ليلته الوحدة 10,000، اللي عنده دراهم سهل عليه 10,000. مشكلة هذا هو الفندق ما شاء الله، بالسيارات وانواع الحركات. اسمه فور سيزن طبعا، جورج الخامس. الجميل الجمال انك في قصر، صورة أثرية بس هذا اللوبي حق ما ادري ممنوع التصوير ممنوع بس عنده هاني بصر. شوف هذه اللوحات كلها أثرية، شغل جميل. التراس عندهم هنا تجي تفطر الصباح. يا سلام، فور سيزن جود مورنينج جود افترنون. هذا فندق جورج الخامس، فندق الفور سيزن. يا اخي يكفيك علم التوحيد قدامك، هذا يكفيك اصلا. الله يعز السعوديه يا رب.